نسعى في دائرة إنجاز المشاريع إلى الالتزام بمعايير الصحة والسلامة والبيئة والسعي وراء التحسين المستمر وتنمية الموارد البشرية وتعزيز القيمة المحلية المضافة وخفض التكاليف وتبني التحول الرقمي والتقنيات الجديدة. نتولى في فريق إنجاز المشاريع وإدارتها ومتابعتها بدعم من قرابة 30 ألف موظف من الشركات المتعاقدة معنا، حيث تتألف دائرة إنجاز المشاريع من مجالين رئيسيين هما المحفظة ألف التي تعنى بإدارة المشاريع السريعة، المحفظة باء التي تعنى بإدارة المشاريع الاستراتيجية وفق قواعد السلامة وبجودة عالية. تنطلق مرحلة التنفيذ ابتداء من التصميم المفصل وإجراءات المشتريات قبل المضي قدما في مراحل الإنشاء وما قبل التشغيل والتشغيل ومن ثم مراحل التشغيل الأولية. يتضمن نطاق العمل لمشروع ناتح ويست من تصميم وبناء خطوط أنابيب الغاز وخط كهرباء عالية الجهد ل 80 كيلومتر في منطقة جبال بشمال عمان. قمنا باستخدام الكثير من منهجيات التحسين المستمر في مشروع ناطح ويست، وأهمها التخطيط المسبق للأنشطة الهندسية وتأمين معظم مشتريات المشروع من عمان والبدء في أعمال المقاولات والبناء مبكراً، حيث ساهمت هذه العوامل في التقليل من تكلفة المشروع النهائية. وبعون الله وجهود مهندسي المشروع والمقاولين تم الانتهاء بنجاح من المشروع في وقت أبكر بثمان أشهر من المخطط المتفق عليه. نمتلك في مشروع محطة ريما لمعالجة المياه ابتكارات وتقنيات حديثة صديقة للبيئة. تعتمد التقنية بشكل رئيسي على استخلاص النفط من المياه المصاحبة للإنتاج، من ثم يتم معالجتها مما يؤدي لمنع تصريف قرابة 40 ألف متر مكعب يومياً من المياه المصاحبة للإنتاج في الطبقات العميقة. يوفر هذا المشروع حوالي 10 ميجا وات من الطاقة التي كانت تستهلك لتصريف المياه المصاحبة للإنتاج، ويتم الاعتماد كلياً على الجاذبية والمعالجة البيولوجية والمناخ. وتعتبر المعالجة البيولوجية بالبكتيريا من الحلول التقنية الرائدة والتي تم استخدامها للمرة الأولى في سلطنة عمان. يعد مشروع الغمر بالبوليمر في مرمول في مرحلته الثالثة من المشاريع الاستراتيجية للشركة، حيث سيطور المشروع ما يقارب 61 مليون برميل إضافي من النفط. ونفخر في شركة تنمية نفط عمان حصول المشروع على جائزة الجمعية العمانية للخدمات النفطية في فئة المنتجات والخدمات العمانية، حيث بلغت مشتريات المشروع في البلاد 45% وبنسبة تعمين تعدت الخطة المحددة، علاوة على تطوير عدد من المؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة. وحقق المشروع حتى الآن 14 مليون ساعة عمل. هذا المشروع يؤكد قدرة فريق العمل في تنفيذ مشاريع كبيرة ومعقدة من الناحية الإنشائية بقيمة تفوق 650 مليون دولار أمريكي من قبل فريق عمل صغير جدا نسبيا معظمهم من العمانيين، ولله الحمد. يفخر فريق إنجاز المشاريع بإنجاز أكثر من 2000 مشروع خلال السنوات الخمس الماضية، ولنا الفخر في المضي لإنجاز مهمتنا المتمثلة في تأسيس مشاريع تنموية استراتيجية ومستدامة ومنخفضة الكربون، بالإضافة إلى تطوير وتنمية الأفراد والقيمة المضافة وخفض التكاليف وتوظيف التقنيات الجديدة والرقمنة بما يتوافق مع غاية الشركة ورؤية عمان 2040. ستواصل دائرة إنجاز المشاريع تنفيذ مشاريع استراتيجية بمواصفات عالمية للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة في شتى أرجاء سلطنة عمان.